السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل والبا وادك داون إنسان يسي والبا عمرك عادي مقلي سامبا دات بين النهاية بين تاريخ ذي رضيمنه بكم إذا هيت جمع أبوان تري إيه ما أنتي تو حين بالفيرين دونا مت كم إذا دوكمنتي دي يجوا يب كبدنا وأي هري أباهين دولا رجال بيتك أي بلدونيا ما أنتي هكذا كفران قيو وحد دوكمنتي عن قري معت لغا اللي هي دالكا دنمك لابد أكون إيساقالكي لكن معلوماتك كوتشرا داد بادن او أنك إنك بدا ماانتا إني بو إنك أغادا وحان إسلاح وامهين وحيالو ماانتا إنو تشوغنو أنا ولي وحبكا فهمنين أيا إلا يحلقا تاقنا نباتو إنك سومالي ماانتا كتشرا أيا حلقا لغا ورمي عدا مزولكا كأحيد إلا إيا ماانتا يتحانا ويتاقين نهر ميلود أوكار دوان وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في الفرنسية، ويكون 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 في الفرنسية، هيك لو كهل ليان استراكشر كقبيل لا سومالي دا إلى يهين واحدة إتبسى دورة أو قرطه لما تكون استقال كقبيل لا قرية يبان ما أنت أنا أقول يعد شيء يسأل مغلين تاسو موجودين إن قبيل كم بركة قارك ده يهين ده واحد قال اسمه يسألنا أما بروجكتي أنا أقول تاسنا عرفت عصب بعد كسين دورنا وهيك لو فاين دني وكهل ليا وعن ربعنا كهل له إيه وهاي تهاي سيدا دلالك دلالك أن فرقلين إياه أي كونكشن كأولي يهيد حكو جرى دلال ياب له سيدا أوسكو قرينة إياه سامين تأقوين إياه دلالك أنا برك أحسكو صهور كعي دي قشن لكيني أساقا كيني إياه هديدة دلالين إياه أساقا وخالين إياه مي عيسان واقرين إياه وبروكر توسا دلالك أي داسنا ميل كلمك فيرين دونا سوى دوادة ميل والبا وديغة داوانيسان إيسي والبا أمركا عدي مغلي سامبا dokumentigan qaybta ugu horeysa conflictiga Soomaalida ayuu ka warramayay halka uu ka soo bilowday arinta uu ku bilaabay wuxuu leeyahay in Soomaalidu markii la sameeyay gumeystihii uu kala qaybiyay dalkii uu gumeysanayay xuduudihii uu sameeyay inay Soomaalidu diido oo ay u ololayso Soomaaliye iyo shanta Soomaaliya caqabad weyn ayay dowladnimadii Soomaaliya urdan ka hayd markaa uu keentay bilay waxa dagaal ay la gashay Soomaalidu إلا إيمان تنا أي كره شرتها، ولا بد دولدو إمر كهذا رسك الله وكان يتوبى. دولدو جوه رئيسي سومالي كده على تاي أي كوشي جيان، يعني. أما دولدو رأي كاي راح دوا، إن إمر كاسي أي سين يين خوب أي كلا دع علمان سومالي NFD إمر كايان كا أي هايستن، إمر كيسان. تاسي إمر كها كا كان تاي إن سومالي دي كان إلا إيمان تنا، إسم مرة بيسوع الفيو بين. Kenyan kuna ay mar walba og yihiin in Soomaali one day ay dalkooda qabsan doonaan oo aysan marna Soomaalidu ka tanaasul doonin ee gobolkaasi Ethiopiana waxay sidoo kale leeyihiin dagaal toos ah lagu qaaday 1977kii ilaa 1980kii ayadoo lagu hubeynayay jamhuuriyadii gobolmadoonka ahaa ee Soomaali galbeed markii dambe dagaal toos ah lagu qaaday labada dowladood markaa si toos ah ay u sheegayaan ama dokumentigu uga warabaya inay san marna suurtagal ahayn inay ogolaadaan in Soomaaliya ay markaa nabad hesho ayagoo ka baqaya in gobolada ay haysa markaa lagu qabsado sidaas arinta u dhicin waxay gacmaha kula jiraan lugahana kula jiraan Soomaaliya iskuun bayaanay Soomaaliya isla xasilin markaysa waxyaabaha kale oo dokumentigan runtii aan la yaabay qaar ka midana aanba horey uga qaarna ay ugu cusub tahay waa qiyaanada Raashi iyo Mareykanka ay ku sameeyeen dawladda Soomaaliya dagaalkii 77 markaysan waxa la leeyahay midowgii Soofiyeed oo Raashiyan waa qaran midowga Soofiyeed markii ay Soomaalidu dagaalka ku qaadayeen Itoobiyaanka 77kii dadkii ugu badnay dawladda Soomaaliya isku haleenaysay midowgii Soofiyeed bay ahaayeen laakiin waxa ka dhaxay already xiriir midowga Soofiyeed iyo Itoobiya markii dambe midowgii Soofiyeed wuxuu kala doortay Soomaaliya iyo waxa loo yaqaan Itoobiya wuxuuna doortay Itoobiya markii dambe dalkii kubada lahaa oo Soomaalida aad u sheegan kubanaas erbay raahdan
وحي كسو هبين يي سومالي ده ودغال كنا حاجة كسو غران كيناي بحي أهايين بالللي يهي ميدو ويسو فيت دولة دي سومالي وعارتها فهمتين مكي دغال كي كسو بحضي أيا دم عدين حرير لي على طو دال كان برأي كان عمر كان ميدو ويسو فيت إس هيل أوفر كي أما ديل كي دولة دي سومالي أصاب بندك تاي دولة دم برأي كان دولة دم برأي كان كوي كعجي تشيد أمي سنجيل بربرو أي كربين بيس مركز دولة دي سومالي وحيت البيس بعد السنة ناي دي أنا صبوت جري حق الدجالك أرنت هنا مادة عند دولة دم برأي كانكو ما يسند دوني بليري إن أوفر كعقاته أنا تقيت دم برأي كان كبلانتو وكب حي ويقول عصبيت سيجود مركز هكا عشرة ما كتشرة عشرة كتشرة وحوية هي مر والباب الدور ده رجال بيت كأو نوجا هيلنا يعني توبيا إيه كينيا نمر وات مر والبو نوجا هيلنا يعني مر والبو أكو نوجا هيليا بوي مركا إنا إنه صاحب يا ولالو أرجنا وعقل حمدا سومالي ده عريفة ده أم كشقة يا يعني لهين استراتيجية ده در قرن مركا يسمى ده مركا وهالكا قيبتها كلان استراكشر كا سيدا قبيلة دو اي سوغو سوغو حرينيهين عرم very interesting اوليا انا مقالبا ميشا قوقرا ملوغة دا افكا انجليس كمركي قبيلة دو لغو قريانا قرانينين وحانا قوان باة جراه وحانا محبا كتشرين باة عرقتا عما حيو لكن ما عددان او دولد رهيقال باة دا إليه دا حي وحا اي شاقا يان الليست وحون credibility اكو جراه الليست وحون لو قاتينا ولو باة هي هاي ليش انلوغة هايو باة كتشرا اسكا بيان من اقوم كرتوح وادن أما أيهم باك الشقين يسميني وحال يرى قبل هذا الصومالي ذو لابي أقيم سبان باليير لابي أقيم سبان مدوا سب باليير مدوا سمال شكرا مغلي جرى نستو عند مغعيك اللو بدلي قيبت السب كأه والله باليير وإساق يدارد باليير لابا أسا سب الإسكوية هذا قيبت كاله اللو يقانو صومال كاللو يقاننا ودر يهوية ليير سيدا لسكو قل قليي وحوينا علمي ايقا ما ايقا ما احجران لكن مدى عن ربا انا فيري وحوي قايبتان هوية مركات فيري سو قبيل كبدا او كوشرا او مقرانا يو وكي لقا تايب حواد لي تسالة او كلاو حالي يري وحو قيب سما إلا ايو شرب او قيب سما بالير هوي قايبتا او قوه رايسا وا قرداني قرداني ولي من بقال بس قل دبان او نواقيا مقرانا يو قيبتا كلاو حالي يري وا يالبور أنا مسكال دم بنقول دواقع يا يلا بور قولي يا مقال ميلة ميلة أنا مقلي من أمه لأن لكن دقيلي ميل في الوقت بيشتري إيه ميلو هي ما قرنا يا سنة ما هي مركب ميلو هو حوالي يو جرة لي حوالي جرة قبل لا قرنا يوم لكن هو ميلة ما مقال ماشي أقول لكم مقال قيت أنا حاسة بح أربعة يبه قري به قري وقاعدين بنقول مقال يشتري أيضا ما قرنا يوم مركب استراكشر سيدانا اللي يدي هوية سيدانا هوية هذا عنو نقانا دي ما هوية هم مركات فيروسو قردانة قيب تهوري قلالة إيا أمالة إيا هون حما بورم بعد دي سوالي مباهان أركيسا قيب تهوري دعالة 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 إيا هبير هبير عيدونا رحوين برم ملايين أنا كمقالي جري مركا وا استراكشر انا ولي جاي مقال كوان كالي سي سوغ اادان يهين وحوينو علمي كوم جيران قايتا در دوا غد بورسي عيسي بي مال بالي هذا بدر با وي قايتا كرتا اسا قد دوا حبر 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 وي ورا كل لا ياب كوم جيران اركيسا دارود كلي يراها سنه و دارود كي كومدا اي مريحان اي حرتي دوا انت مقلي نو اي ورا ماركا لكن استراكشر كان كلي هوي وي وي عصب يها انت ماركا marka bal commentiga lagu soo qaraa waliba maqashayn maxay yihiin bal wax aragtay ka soo qoro midabada baad dul taagnaa arintan ma ahan inaan Soomaalidu ay qabiiladooda kala gurguuraan oo sida la sheegay uu dhashay xukun kaba jiraan anigu arintaasi xilligii pandemic 2020 gii baan fahmay inay waxba ka jirin Soomaalida sida liyaado uga qalato salaam kal daarad inuu wada qashay biologically xaqiiq ma hawii inuu wada qashay biologically xaqiiq ma isaaqna wada dhashay xaqiiq ma ah dir inay wada qalatay xaqiiq ma ah digil iyo mirif sabayntood iyo araba qaar badan oo kamid soo gaaray barkaysa hadda afar dhibic shan qabiil bin qorayaan dhowr sano ka bacdi caadi qabiil caadi bin qorayaan hadda carta lagu sameeyay waxaan ka wadaa marka in sidaa ay Soomaalidu
وسميس متوان وقال لكن ده بقى عيدا على مقال بابيري بتقانا انترستنا أو لو بحين هاي لما تكوني لما تنكي مركي قولي هالوجه بعدين جا هاي أيا وحاشري برنامج عن سي حوج لوقع قادرني أنا جا يجد أنا جرب بدل نص ماريا أو مجي إيسل يا دو 23 and me بلي يا دا أكاد تعرفين كتام دي أنا جا أسكت قادر إسا ما شاء الله دي جا دات كسو ماريا إلا يتمنى يكون أو سماريا أو كتير دي أنا جودا كبعد دي أنا جا على فيرنا يا dad kaas aad xirirka leedahay qaraabada aad leedihiin waxii aan notice gareeyay oo aan aad ula yaabay waliba aniga iyo dad badan aan notice gareeyay waxa kamid ahaa laba qabiil connection aan Soomaaliya kala ka dhaxeeyay baa ka dhaxeeyay deegaan ahaan markii hore aad bay isugu dhawaayeen laakiin hadda xoga space oo dhaxeeyay hadda wala dhaxgala waa Mareexanka iyo Cumar Maxamuudka waliba reer Faarax Ugaaska iyo Cumar Maxamuudka qayb badan ayaa kamid ah connection ka dhaxeeyay uma garanayo aniga ugu geebay badalan Cumar Maxamuud لكن waxaa lagu leeyahay qofka mareexanka ah iyo qofka Cumar Maxamuudka ah kaasin labaad saddexaad very close marka hadda aan fiirino sida qof awoogiis iyo abiis iyo ayidiis mid aysan mareexan ahayn ama aysan majirteen ahayn balaleey maadeer baa tii biologically sida isugu dhaqasan yihiin bukwaana ma garanayo DNA-gu been ma sheegi karo laakiin abtirku waa iska khiyaan marka ma magacaan jirin عمر كيم مجرتين كيم رايحان كميان شرينين وضد وضد الشيء وقت وكل فوقي بيجين أنا نو سير سوق جين كم قف والبا أو ماشي كتشرة أو يابان لما تسير سير كم دوي نو ده يقولي يقولي جي ما لا إسكام سوق الله أنت كور قاب كله أفرتشان تي أي يعني كده شيء ما لا مريحان إسكام سوق الله هذا ندت كأنه قرابة ده هاي تم وراء فرق واسبولي دي أنا عم كلا فيري waa dad marka taas waa conversation muhiimadeedu waxay ahayd bal inaad fiirisaan sida structure-ka uu u sameeyay taa intaas arinta kale la yaab kale oo meeshan ku jirtaa ayaa waxay tahay role-ka ay leeyihiin external factors-ka ama dowladaha kale ee dalka yimaada saameynta ay dalka ku leeyihiin markaad fiiriso TFG-du waa dowladdu ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya ee hore buu yahay TFG-du connection ka ay la leedahay dalka markii aad fiiriso waxaad arkaysaa UN ta AU da IGAD Kenya Ethiopia Mareykanku markii la akhriyay diagramkan dowladda xirir buu lahaa kooxdan kaleeto oo ayagu magacooda markii la soo gaabiyo loo yaqaano ARPCT ga oo laga soo gaabiyay dad Soomaali loo bedelana ay noqonaysaa adigu isbahaysiga soo xulinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada kuwaasna connection buu la leeyahay sida uu sheegayo diagramku kuwa kale tana ee dowladda ana marka xiriir buu la leeyahay markaysa gudaha markaad gasho marka kuwan kaleeto waa alliance weey waa kooxa isku tagtay weey laakiin xubnahooda la garan karayo Djibouti baa ka mid ah sidaa daraaddeed marka kuwan xiriir buu la leeyahay kuwan xiriir kale leeyahay alliance-ga ah group-ka ah ayaa xirir la lahaayeen bal leeyahay maxkamadihii iyo Al-Shabaab kooxdan kale ayaa dhexda ku jirta ee la yiraahdo ARS ta ayaguna waa alliance kale weey Djibouti baa ayaguna ku jira markaysa marka sida uu Mareykanku kooxdan Al-Shabaabka iyo maxkamadda ahayd xirir la leeyahay dowladna xirir la leeyahay ayaa la yaab leeyahay laba kaaro weey qaybtan kore ee Arab League markaas fiirisa ayaguna sidoo kale waa laba kaaro labadaas kooxood baa laba kaara laakiin kooxda ugu yaabka badan meesha ku jirta waa Djibouti weyn Djibouti markii aad fiiriso kooxdan kaleeto aan sheegay in la yiraahdo isbahaysiga soo xulinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada Djibouti qayb ka tahay Mareykanka way la shaqeynaysaa macnaheed kooxahan argagixisada ah iyo Al-Shabaabkan ah xirir bay la leedahay sida ayaga meesha ka muuqatay fumeshka meesha ku qoran inkastoo xilligaas uu Al-Shabaabku u bilowaha connection baa ku jira kooxdan kale ee la yiraahdo aydana ARS la yiraahdo oo Alliance for Liberation of Somalia la yiraahdo laga soo gaabiyay oo ah isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ayaa Djibouti lagu aasaasay sida qoraalka ka muuqata si kale markii loo dhigo marka Djibouti waa brokerka qarsoon ee dalka iyaga fasahaadinayo waxaa qoraalka lagu sheegayaa inay yihiin broker daacad ah brokerku waa dulaal weey waa dulaal daacad ah baa lagu sheegay waxay iska dhigayaan baa leeyahay
إن يجين دلال دا عدب إسكان دقايا برلي وح والبا او دال كان يما ده مركعب قدو 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 خداي تونش يجي اور حبو كاميلا جبوتيو هدي لي دال كان قشن شركة دا بدينا قشن كشبطي هدال انفستيجيشن قصة ميسو جبوتيو قتليسا هدي لي راه دبا فرقلينية فرقلين تكوا كتشري هذا إيجا دو كله وممبر كم ده ماشى بدكي أكتر إسكاها الدولة دي تي إف جي دلش غيني جيبوتي غيب كم ده وي كوان كله تو الله يسيك مريخن كله سعودي جيبوتي غيب كم ده وي كوان كله تو كوه حاس لين ما كله أشيل جيبوتي غيب كم ده وي أوكي صح هذا ما قاعد ما كات فيرسه ماشى جيبوتكو ما قرن طال كان ما كات فيرس جيبوتكو لو ده ما كات فيرسه من جيبوتكو ما قرن dan kan kale waxa ku qoran waa arab league iyo egypt iyo iran iyo yemen ee aq dan waa qaacida laga soo gaabiyay eritrea dan kan kale marka tagtana waa mareykanka waa ethiopia waa kenya waa igad iyo au iyo un aran si djibouti ma shan laakiin marka aad fiiriso marka kooxahan kale alliance ga iyo koox magacooda qaran iyo group iska sida igad oo kalto de un taa la socota ee maxaa la yiraahdaa african union taa ka mid tahay igad bay ka mid tahay labadan kala alliance way ka mid tahay gurubyadaas ay ku dhex shaqeysanaysa magacyada ma isticmaalayso markaysa waa sawirka ay ummadu u baahan tahay marka waa sababta aynu muddo badan u fahmay weynay dhagarta Ismaaciil Cumar Geel ummadda ay daqnaa Soomaaliya ku hayo markaysa Ethiopia iyo Kenya garana dhul bay isku haynaa dalkii aynu u dhimanno xoreynay oo aabayaasha u dhinteen oo dhigan uga aan ku shubnay wiilani ka famil ahaan qiimo xoog leh baan naga galay Djibouti inta laga dhigo ماركيسا مشاركة عبان يا ذلك بجبوت اللي جب لي وليش نادي بجبوت كم بعد ما أنت هي تنا جبوت تذكر نقول نعب جبت دون جبوت هو ماركيسا ذات محين قرن سام ماركا وحى ومضى أن مرنا بكهريني بين قطعة وحى إسماعيل عمر قال السماعين أيوه ما نقول دونا وحى الوحى ساب تمين من نقول دونا حقيقة مال وحتى هاتو حيلك كدو والله حتى هاتو حيلك كدو waa reer Ismaaciil Cumar Geel ay ummadanada iyo dalkanaga ku sameeyeen wiilkiisa wiilka uu sii dhalay xisaab qotaa la taqaysa kama lug baxayaan xilka kuma xirna Soomaalida ma kala baxayso ayaga meelaha joogjooga la ayaa la arki doonaa haddii ilaa Cumar Geel naga gaarsiiyo qoxooti ayaga meelaha maangeliyo ku jooga ba reer Ismaaciil Cumar Geel isla joogi doonaa biidilaahi ta'aala marka taas waa different conversation laakiin Djibouti waa dalka ugu tirada badan ee dalkana dhibaatada ku haya intaas aan ku soo koobayaa dokumentigan dib baynu ku qadi doonaa bal dokumentiga noocaa kale taa ee qarsoon loo baahan yahay in la turxan bixiyo aad baan isalaamayaa meel badiga daawanaysaan isir badi maqaysanba assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh